ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت العايش أذرو معه. الشعب السوري عم يعمل له مشاكل وعم يسبب له قلق رهيب، ومثل ما بتعرف يا دكتور هو الأمين العام للأمم المتحدة بيكون. ايه هو بذاته بانكيمون ليكك بتعرفه منيح، معناها رح تختصر عليه كتير. هاد يا سيدي كل يوم بفيق من الصبح وبيمارس القلق على ما تبقى من الشعب السوري كل يوم هيك. الله وكيلك، حاولنا معه كتير يا دكتور وما كان يمشي الحال، عم يضل الآن على فكرة مو بس بأوقات الدوام، لا بيرجع على البيت وبيكمل قلق، على طاولة الأكل بيقلق، بتلاقي أول شيء متحمس وبده يقعد يأكل، بس فجأة بعد ما تصير اللقمة بتمه بتجي النوبة وبيغص وبيبلش بيقلق، وبيصير بيلوك اللقمة على مهله وبيصفن هديك الصفنة يا دكتور، ودائما نفس الجماعة هنن اللي عم يسببوا له هالمشكلة، السوريين ما غيرهم، عرفتهم مو هيك دكتور؟ يا عيني عليك، ايه هنن نفسهم اللي بيطلع على التلفزيون كل شهر وبيقول انه عم يشعر بالقلق عليهم، تصور انت انه كل ما بده يصير مجزرة بسوريا بيقعد بيقلق، قتل حاله يا دكتور، حكينا معه والله، حاولنا كتير نغير له جو، ما تركنا سينما وما أخذنا عليها، فرجينا أفلام عن الحرب العالمية الثانية والأولى، قلنا بلكي بيستوعب إنه هالشغلات بتصير بالدنيا بس بدون فائدة، لساته معتبر إنه اللي عم يصير بسوريا ما صار من قبل، ولا رح يصير بعد، وهالشي بالتالي عم يسبب له القلق، لك صار كحولي، لك صار يشرب بيرة على الريق وما يتغدى قبل ما تكون كاس المبيد قدامه، لك صرنا نطري له الأجواء ونشرب بصحة قلقه، بلكي بيضحك شوي، لكن لا حياة لمن تنادي. قالوا لنا بعض الأطباء أنه ما في حل غير أنه السوريين يهاجروا ويتركوا البلد مشان يرتاح باله من ناحيتهم ويهدى سره، قام بلشوا هن التانيين يغرقوا بالبحر، وخود بقى على قلق بطعم الملح يا دكتور، لا على المنامات هو ما بيشوف منامات، بس لما بيفيق من النوم بيكون الريموت كنترول بإيده بينيمه بحضنه لأنه، وبيكبس يا دكتور بوشه على الأخبار، ومثل ما بتعرف السوريين بيطلعوا بالخبر الأول، وما في داعي إلك شو يعني سوريين شو يعني خبر، يعني كله قلق بقلق، شي بيوتر. الله وكيلك يا دكتور، مرة قلنا له إنه ما لك حل غير إنه يموتوا كل السوريين لحتى يهدى بالك يابان، قام ضحك فوق قلقه وقال العايش عزره معه، يحرق حريشه، شلون طلعت هاي معه؟ بقى شو الحل يا دكتور؟ صار القلق على السوريين وعلى ما يجري في سوريا هواية عنده، صار عنده إدمان، يعني إذا ما مات شي 100 شخص بسوريا باليوم ما بيرتاح باله، قصدي لأنه هو ما بيرتاح باله إلا إذا شعر بالقلق، عرفت وين خطورة المعادلة عنده؟ بقى شو الحل؟ معقولة ما له حل؟ هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.